احنا الستات حياتنا مش سهلة، تفاصيلنا كتيرة، جمالنا مش بس من بره، دايما مستعدين لأي تحدي. أصل قوتنا في إحساسنا ومشاعرنا بحر موجه عالي، بنعرف نبسط نفسنا وناخد بالنا من كل اللي حوالينا، وعشان قلبنا كبير وفقنا يكون معانا راجل واتنين ستات. يعني احنا نقدم تجربة فيها اصلا نوع من التماثل، لانه انتوا الاثنين برج العذراء، فيها صح. قدر كبير من الارتياح، لان انتوا كان لكم تجربة سابقة مع بعض، فدخلتوا وانتوا قلبكم جامد وما عندكوش تخوفات من بعضكم. كانت تخوفاتكم من ايه مع التجربة الجديدة اللي احكوا لي عن تفاصيل اطلاقها؟ راجل واثنين ستات. من التجربة نفسها، احنا كنا خايفين من التجربة نفسها. يعني كنا خايفين فكرة ان راجل واثنين ستات، يعني احنا لازم كل يوم هنجيب راجل ونتكلم في نفس الحاجة. يعني احنا مش هينفع نستضيف ستات؟ ليه طيب يا جماعة؟ هو اسم، وبعدين ايه، انتي لازم هتعملي التركيبة دي لان ده اسم البرنامج، صح؟ فانتي ما عندكيش مفر خالص انك انتي لازم يكون معاكي راجل. وبعدين بعد شوية فكرة برضو ان يبقى معاكي نجوم، يعني ان يبقى معاكي احمد صلاح حسني النجم الكبير، الكوميديان الرائع سامح حسين، طبعا نهال معانا، بس نهال كانت معانا من الاول فما كانش في قلق من المنطقه دي برضو. ايه الله، طب هنقول ايه؟ طب كل حلقه واحنا خمس حلقات في الاسبوع هنقول ايه؟ كل حلقه بالظبط، صحيح. فدي كانت واحده من الحاجات اللي قلقانه، بس برضو الحمد لله قدرنا ان احنا يعني بعد طيب اول او تاني حلقه. طيب بتتعاملوا مع بعض بمنطق انا وابن عمي على الغريب، احنا الستات مع بعض، يعني خلينا نبقى جبهه واحده والراجل ده بقى يشيل شيلته؟ لا، ما احنا معانا زمايل متكررين، اصل صعب، لان احمد بيجي لنا مره في الاسبوع، سامح مرتين في الاسبوع، فهم زملاء، يعني ما نقدرش نعمل ده خالص معاهم، وحتى لو كنا حابين. لا ده انا وانتي ايوه انا وهي ما بنحبش نعمل ده مع الزميله عشان خاطر ما يحسش انه بره، عشان ما يتفش بس. لكن يا حرام، هم ساعات انا بكتشف ان انا وشاري مثلا بقالنا تلت ساعه في الفاصل او مستنيين نخش، بنرغي انا وهي، ده التعليق بقى، والزميل قاعد ما بيعملش حاجه. ايوه حبايبي، بيفضلوا باصين لنا، احنا بنكتشف كده. ايوه شكلنا وحش. وبعدين عارفه انت عارفه انت اخر كلمه دي اللي طالعه في المي مع دخله الفقره، اللي هي اخر كلمه دي، اخر نفس ده، بنفضل نرغي فيه. فهما بيقولوا لنا طب يعني طب احنا فين؟ عارفين الرجال من كوكب المريخ، المريخ من كوكب الزهراء، هو كده. خلونا نشوف مقطع من برنامج راجل واثنين ستات.